حالة الجو لسه مستمرة في التقلبات المناخية وارتفاعات شديدة جدا في درجات الحرارة من تأثير منخفض الهند الموسمي، وكمان اللي زادت عن العام الماضي بأربع أو خمس درجات عن المعتاد في نفس التوقيت من العام، وكمان منخفض السودان اللي له تأثير على الطقس في جنوب الصعيد والأمطار الغزيرة اللي بيشهدها. حالة الطقس والحرارة الشديدة مش بس الإنسان اللي بيتأثر بيها، طبعا الزراعات المختلفة والحياة البيئية بشكل عام، أي مخلوقات طبيعية بتتأثر بدرجات الحرارة نتيجة هذه التغيرات المناخية. صحيح هبة، تأثير طبعا على الزراعة تأثير كبير جدا. إيه هي الزراعات المناسبة لدرجات الحرارة المرتفعة؟ طيب إزاي أهلنا وإخواتنا من المزارعين والفلاحين يتعاملوا مع درجات الحرارة المرتفعة؟ هنعرف تفاصيل أكتر مع دكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة عشان يشرح لنا كده بالتفصيل إيه هي أهم الإجراءات اللازمة في الفترة القادمة للمزارع المصري. بنقول لك صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا أستاذ محمد على حضرتك، وصباح الخير على الأستاذة هبة. يعني درجات الحرارة مكملة في الارتفاع، لسه قدامنا كده 35 يوم لغاية انتهاء فصل الصيف، حرارة مرتفعة. أبرز النصائح اللي من المفترض أن يتبعها المزارع لتفادي أي خسائر أو تلفيات للمحاصيل؟ هو طبعا احنا في موسم صيفي استثناء السنة دي، الحرارة عالية جدا من أول الموسم، حرارة غير طبيعية ما تعرضناش لها قبل كده. طبعا كان في دور واضح لوزارة الزراعة من أول الموسم، وكانت في تعليمات من الوزارة أن يكون في قوافل إرشادية تجوب جميع المحافظات، ومراكز إرشادية موجودة في كل محافظات، وعمل نشاط إرشادي كبير جدا خلال الموسم. الحمد لله النشاط ده أدى إلى نتائج إيجابية. الموسم دلوقتي في نهايته، إحنا دلوقتي في موسم الحصاد دلوقتي لمحصول أرز، وهنخش على محصول الذرة قريب، ومحصول السمسم بقى المحاصيل إن شاء الله على أول الشهر يبقى الحصاد بتاعها. يعتبر عدينا فترة الخطورة بتاعة التأثير السلبي، وكانت ده نتيجة النشاط اللي عامل الوزارة من نصايح كانت بتنصح المزارعين بري امتى، بالتسميد امتى، والاعتزال بتاعه بزراعات معينة، وتعديل مواعيد زراعتها في الصعيد خاصة في منطقة أسوان وغيرها، خاصة في الدور الشامي، إن احنا عدلنا مواعيد زراعته لعروتين، عدرة مبكرة وعدرة متأخرة. فالحمد لله كان في دور كبير جدا واضح للوزاره السنه دي في الدعم الفني للمزارعين، وده ادى الى ان احنا وصلنا النهارده داخلين على موسم الحصاد وعدينا مرحله الخطر، والحمد لله المحاصيل ما تاثرتش الحمد لله. طيب دكتور خالد، يعني الحمد لله ان احنا ما عدناش بخسائر، لان كمان الخسائر في المحاصيل الزراعيه الحقيقه بتنعكس على الاسعار في الاسواق، لانها ما بتوفيش الاحتياجات في السوق المحلي او حتى في ما يصدر في الخارج. لكن خليني اقول لك ان احنا يعني التكنولوجيا فرضت نفسها في نظم الزراعه، واحنا بالتالي بنتطور معاها. دلوقتي التغيرات المناخيه سبقتنا وبقت فيها نوع كده من المفاجاه، ولا احنا مستعدين ليها؟ وايه الاستعدادات الكافيه ان احنا اعمل نظم زراعيه حديثه، ان انا اخلق زراعات او اجد زراعات قليله في استهلاك الميه تتحمل الحراره؟ يمكن الصوب الزراعيه كانت خطوه ان انا بتحكم في العوامل المناخيه المختلفه، لكن كمان في زراعات في الاماكن المفتوحه، بتعملوا ايه في ده؟ طبعا كلام حضرتك يعني صح 100%. احنا طبعا عارفين من فتره طويله جدا ان في تغيرات مناخيه وان المناخ بدا يخش في التغيير. طبعا كان في لمركز البحوث وزاره الزراعه دور واضح، ان من سنوات طويله تم العمل على استنباط اصناف جديده من المحاصيل بتكون متحمله ومرنه مناخيا للتحمل للتغير في التغيرات المناخيه ديت والاثار السلبيه بتاعتها. ونتيجه هذا العمل على مدار سنوات طويله اصبح النهارده الاصناف اللي احنا زارعينها من المحاصيل الاستراتيجيه زي القمح والذره والارز وغيره موجوده وواقفه دلوقتي في ظل بتتحدى التغيرات المناخيه، والحمد لله الانتاجيات لم تنخفض. بنجد عندنا ان احنا النهارده عندنا محاصيل في محصول الارز مثلا، اصبحت اصناف الارز الحديثه كلها قصيره العمر موفره للميه وانتاجيتها زايده، وبتتواكب مع طرق الزراعه الحديثه اللي هي بتروى كل 8 ايام مثلا، وتزرع بطرق غير الشكل، تزرع بطريقه البدار والتصدير. وده نتيجه استخدام التكنولوجيا الحديثه في استنباط الاصناف. اصبح عندي النهارده اصناف من الارز، اصناف قصيره العمر، اصناف اقل استهلاك للميه انتاجيتها عاليه. في القمح نفس الكلام، عندي النهارده اصناف حديثه تصلح للاراضي الجديده والمشروعات الجديده اللي فيها طبعا طبيعه خاصه في الارض والظروف الجويه. فاحنا الحمد لله كنا مستعدين
الاصناف للمحاصيل الاستراتيجيه، ونتيجه ذلك ان احنا ما حصلش تاثير التاثير معنوي او تاثير شديد علينا في التغيرات المناخيه. الاصناف بتاعتنا طب الحمد لله. الخضار والفاكهه كمان تحديدا، الخضار والفاكهه عاده بيتاثروا بشكل كبير قوي وبسهوله مع التغيرات المناخيه. والله طبعا هو ده كلام حضرتك كلام طبعا صح، لان طبعا هي المحاصيل بتكون اكتر تحمل، لكن صحيح. الخضار والفاكهه عشان بتطلع نباتات زهريه وبتتاثر، والازهار ممكن تتساقط نتيجه الموجات الحاره، لكن برضو الوزاره كان لها دور كبير جدا في توعيه المزارعين وتعديل المعاملات الزراعيه اللي بتقلل التاثير السلبي ده. واحنا شايفين بعينينا النهارده الحمد لله عندنا محصول مانجا زي ما احنا شايفين السنه دي، بقيه المحاصيل فاكهه الحمد لله كويسه جدا ماشي الحال. يعني الاضرار يا دكتور خالد الحمد لله ما فيش خسائر او تلفيات او اضرار كبيره، المحاصيل موجوده وما فيش اي مشاكل بيعاني منها المزارع. عايز اسال حضرتك ايه هي ابرز المحاصيل اللي بتتحمل القدره او قادره على تحمل درجات حراره مرتفعه او عاليه؟ ولو حبينا كده من حضرتك روشتة سريعه على الهواء للي بيتفرجوا علينا من اهلنا من المزارعين والفلاحين، ازاي استخدام اليه افضل للاسمده والمبيدات مع العروه الجديده او يعني الزرعه او العروه الجديده زي ما بيقولوا. طبعا استاذ محمد احنا بدانا من الكلام ده من اول موسم الصيفي ده، وكانت تمت الوزاره باطلاق قوافل ننزل المزارعين ونوعيهم يعني ايه الوقت بوقته، داخله موجه حاره بنبدا نقول للمزارع في محصول مثلا السمسم خد بالك من الري، ما ترويش في ساعه الظهيره عشان خاطر ما يحصلش تساقط الازهار بتاعتك وما يحصلش تاثير على الجذور، خلي التسميد بتاعك متوازن، ندي اسمده بطريقه معينه. فاحنا ندي تحذيرات للمعامله، لكن حضرتك يعني لو تقصد ان احنا نعدل في المحاصيل بتاعتنا ونستبدل محصول مكان محصول عشان خاطر التغيرات المناخيه والحراره العاليه، لا احنا مش في الاتجاه ده. احنا المحاصيل الاستراتيجيه بتاعتنا قمح، رز، ذره، سمسم، باتشا، المحاصيل دي لا يمكن الاستغناء عنها، واحنا عندنا من داخل نفس المحصول بنطلع اصناف جديده متحمله للتغيرات المناخيه، وبنعدل في التوصيات للمزارعين عشان يحصل عندنا يعني بنعدل في الاصناف المناخية. الاصناف الخاصه في المحاصيل دي، يعني فكره التركيب المحصولي بتاعنا اللي بيسموها كده ممكن نغيرها من فتره للتانيه ولا دي لازم نحافظ عليها؟ احنا بن بن مش بنغيرها، احنا بنحسن فيها، لان احنا في مصر طبعا في التكنولوجيا بتاعتنا بنعتمد على التكنولوجيا التقليديه في تربيه واستنباط الاصناف الجديده، ما فيش عندنا شغل استخدام هندسه وراثيه او غيره، فاحنا بنشتغل على المدى الطويل. حضرتك عارف ان الصنف الجديد من القمح مثلا او الشعير او الرز بياخد العمل فيه اكتر من 12 14 سنه صحيح. عشان يطلع صنف جديد صحيح. واحنا معهد المحاصيل نجح جدا ان يبقى عندنا النهارده من القمح 15 صنف عند المزارعين كلها اصناف ممتازه بتتزرع بخصوص صنفيه على مستوى الجمهوريه، في محصول الارز عندي النهارده طيب. اكتر من 6 اصناف حديثه، فمن داخل نفس المحصول انا بطلع منه اصناف حديثه مطوره سنه بعد سنه تتواكب مع التغيرات المناخيه. دكتور خالد سريعا صغيرة. انا عايز اختم مع حضرتك سريعا، عدم إرهاق الأرض الزراعية، نصيحة سريعة كده للفلاح في ظل التغيرات المناخية، وطبعا في محاصيل من المفترض أن هي ما تفضلش تتكرر في الأرض علشان تفضل محافظة على غذائها وما ترهقش، في كلمة سريعة. طبعا هو طبعا شكرا لحضرتك على هذا السؤال طبعا الرائع. احنا طبعا دلوقتي من السنه اللي فاتت بدانا ناكد على اخوة المزارعين باستخدام دوره زراعيه، مش نفس المحصول كل سنه بنفس الارض، ومش لازم المحصول الصيفي وراه محصول شتوي. مثلا لو زرعت في الصيف رز بعد منه ممكن اعمل عروه برسيم تحريش لمده اللي هو برسيم الفحل، بعد كده ازرع بعد منه قمح فبحصل على نتائج كويسه وبحسن من خواص التربه. فبنصح المزارعين استخدام الدوره الزراعيه، تبديل المحصول، محصول بقولي وراه محصول نجيلي عشان خاطر ان انا اعمل تحسين للتربه بتاعتي عشان اخد محصول عالي. واهميه الدوره الزراعيه احنا دلوقتي من السنه اللي فاتت التعميم يعني بنحاول نرجعها بقوه، والحمد لله في بعض المزارعين استجابوا وكانت النتائج ممتازه. جميل، كل الشكر لحضرتك دكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقليه بوزاره الزراعه.